بعد تقدم مواطن إلى مقر الأمن الحضري الخامس بأمن المقاطعة الإدارية حسين داي قصد ترسيم شكوى بخصوص تعرضه لسرقة مبلغ مالي من قبل المنظفة، بعد التنسيق مع النيابة المختصة إقليمياً باشرت ذات المصالح التحريات في القضية التي أفضت إلى وجود شخص آخر متورط في القضية، حيث وبعد تنفيذ إذن بتفتيش منزل المشتبه فيها تم ضبط وحجز مبلغ مالي بقدر ب 15560 أورو من العملة الأجنبية وما يفوق 36 مليون سنتيم جزائري من المبلغ المسروق. بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية سيتم تقديم مشتبه فيهما أمام النيابة المختصة إقليمياً عن قضية سرقة من داخل مسكن إخفاء أشياء مسروقة. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.